وللمزيد واكثر ينضم الينا هاتفيا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئه البترول سابقا. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيكم. منور خبر اليوم. الله يخليك. برايك ما هي الحلول الممكنه لتخفيض الاسعار على المستخدمين؟ حلول طبعا ضعيفه جدا اللي هو في تقليل السعر، لكن دلوقتي دول المستهلكه وبرئاسه امريكا النهارده خدت اجراءات عكسية ضد قرارات أوبيك بلس، إلا بعد خفض كمية 2 مليون برميل يوميا من حصة السوق العالمي. طبعا كان من الواضح أن الأسعار هترتفع بشكل كبير جدا عما هو حادث دلوقتي، ولكن الأمر نتيجة لجوء الدول الكبرى اللجوء إلى مخزوناتها من النفط ومن الغاز الطبيعي في الفترة الحالية، فطبعا أدت إلى هدوء نسبي في معدلات ارتفاع النفط في الوقت الحالي، وطبعا هو واكبه انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي مثال بين دول المورد إلى دول أوروبا بالذات، وصل إلى حدود 40 دولار لمليون وحدة حرارية، وده دليل على أن مخزونات الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم دول أوروبا في حالة اتزان نسبي وليست في حالة يعني احتياجات ماسة للطاقة. أعتقد الصراع مستمر وبين أوبيك بلس وبين الدول المستهلكة للنفط والغاز. طبعا روسيا وبتدخلها في الموقف الأخير أدت إلى عجز في توريدات الغاز لأوروبا، وبالتالي تأثرت أوروبا بحالة من التضخم كبيرة جدا، نظرا لما زالت أوروبا تعاني أن هي بشراء الغاز المسال سواء من أمريكا أو من النرويج أو من الجزائر أو الغاز المسال من قطر ومن آسيا بأسعار مرتفعة جدا. النهاردة وصلت إلى 40 دولار وتعتبر نسبيا مرتفعة جدا. الاقتصاد الأوروبي هيتأثر أو متأثر حاليا تأثر حاد جدا في اقتصادياته، حالة من التضخم والركود هتواكب أوروبا ومعظم دول العالم في الفترة القادمة. التأثير واضح، الأمور تسير في اتجاه سلبي بالنسبة لمعظم دول العالم سواء الدول المستهلكة للنفط أو الدول يعني الدول النامية اللي هي في حاجة إلى موارد خارجية لي كمستلزمات إنتاج أو مستلزمات أو موارد طبيعية محتاجاها لعمليات. خليني أسأل حضرتك، بسبب أزمة الطاقة زي ما حضرتك أشرت، هل توقف أوروبا دعمها العسكري لأوكرانيا؟ شعبيا هناك نوع من المعارضة بالنسبة لموقف المسؤولين في الحكم في أوروبا اتجاه موقفهم المعادي لروسيا بالذات، لأن روسيا كانت بتورد الغاز الطبيعي بأسعار لا تتعدى العشرة دولار لمليون واحدة حرارية. النهاردة أوروبا استوردت كميات ضخمة جدا عشان تعمل هذا المخزون الضخم اللي موجود في أوروبا النهاردة بأسعار تراوحت بين 70 و90 دولار لمليون واحدة حرارية. الأسعار تأثرت طبعا بشكل كبير جدا. النهاردة بعد امتلاء الخزانات أي نعم انخفضت الأسعار، ولكنها في حدود 44 دولار لمليون واحدة حرارية، وبالتالي ما زالت أوروبا متأثرة جدا من انخفاض واردات الغاز الروسي لأوروبا والاعتماد على الغاز الوارد من الخارج بأسعار يعني تعتبر طبعا بالنسبة لأوروبا تعتبر أسعار أكثر من 4 أضعاف السعر السابق توريده من روسيا. فطبعا عشان كده في نوع من، لكن طبعا خضوع الحكام الأوروبا لضغط الأمريكي واضح جدا أن أمريكا هي المسيطرة على القرار الأوروبي بالنسبة لمشكلة الطاقة وليس احتياجات الشعب نفسه. باشمهندس، هناك مفارقة غريبة في موقف الإدارة الأمريكية حين تزعم من جهة أن قرار أوبيك بلس بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا يسهم في رفع أسعار الخام، لكنها في المقابل تبيع الغاز إلى حليفتها أوروبا بأسعار مرتفعة وصلت إلى 4 أضعاف السعر المحلي، في تناقض جعل مسؤولين يعبرون عن ضيقهم حينما قالوا أن هذه الأسعار فلكية وخيالية.
كيف ترى تلك الازدواجيه؟ بالضبط، امريكا لم تقدم مساعدات لاوروبا، مساعدات اقتصاديه في توريد الغاز الطبيعي المسال باسعاره الطبيعيه او باسعاره السابق تداولها قبل الازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. لا، لكن امريكا اتبعت اسلوب السوق، اسعار السوق، وده اسلوب يعني لا يعبر عن المساندة الاقتصادية والمساندة العسكرية اللي بتقدمها لحلفائها الأوروبيين. يعني مش واضح خالص أن أمريكا بتقدم خيارات اقتصادية جيدة لحلفائها الأوروبيين اللي هم واخدين موقف حاد تجاه روسيا بما تأمره بها الولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده أعتقد أن أوروبا يمكن قريبا نسمع اعتراضات شعبية أو اعتراضات حزبية طبعا من الأحزاب الخضر والأحزاب القائمة على النواحي الاقتصادية اللي بتعبر عن احتياجات الشعب ضد التضخم وضد الركود الاقتصادي اللي أوروبا هتواجهه بشكل حاد في القريب. المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، بشكرك شكرا جزيلا.